يقدم مهرجان مترو دبي للموسيقى أنواعاً متعددة من الألحان والموسيقى المتنوعة التي تعزف بآلات موسيقية مختلفة لجمهور المترو، حيث أدخلت عروض موسيقية حية في عدد من محطات المترو بدبي بعض التغيير على الروتين اليومي المعتاد للركاب. ومن الإمارات ومن العالم بشكل عام، من 15 دولة مختلفة. فعندنا كل فنان، وكل فنان فيهم جايب معه ثقافته يعكسها من خلال الموسيقى. الهدف من هذا المهرجان طبعا مثل ما تعرفون مستخدمين المترو يمكن أغلبهم رايحين لدواماتهم، راجعين من الدوام، فهم فيش يعني يمكن بشكل يومي هذا يعتبر روتين بالنسبة لهم. فحبينا شوي إن احنا نكسر هذا الروتين ونضيف البهجه والسعاده لمستخدمي المترو. صراحه ده اول مره اشوفها فيها بصراحه يعني، بس حاجه جميله جدا وشفتها اكتر من مره النهارده في اول محطه هناك، وهنا برضو يعني في اكتر من مكان في المحطه. حاجه جميله جدا، حاجه جديده والناس كلها مستمتعه انا شايف يعني، وانا بصراحه واحد من الناس استمتعت بها كمان.